السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على حبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله، وتقبل الله منا ومنكم صيامكم، اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. الفيديو بتاع النهاردة أصدقائي جايب لكم نسخة سمارت جاجا المدمجة، يعني فيها لعبة فري فاير داخل المحاكي نفسه. طبعا واحد يقول لي طب ممكن يكون التحديث بتاع اللعبة قديم، لا يطمن يا صديقي، المطور اول ما بينزل اي تحديث للعبة فري فاير بيبدأ يعدل على الملفات بتاعة اللعبة، بيحذف طبعا التحديث القديم ويضيف التحديث الجديد، فالتحديث الجديد حاليا موجود في النسخة، ما تقلقش. انت كل اللي عليك انك بتحمل النسخة دي وبتثبتها، بتبدأ تدخل للعبة بتلاقيها اشتغلت معاك على طول، فدي يعني حاجة جميلة جدا انك انت مش بتحتاج انك انت تدخل على الجوجل بلاي، بعد كده تسجل الدخول حسابك جوجل، بعد كده تبحث عن لعبة فري فاير، بعد كده تثبتها. طبعا يعني الموضوع ده ياخد منك وقت، ففرق كبير جدا او حاجة جميلة جدا انك هوب تحمل المحاكي تثبته تلعب اللعبة على طول، فدي حاجة كويسة بالنسبة لك. وحاجة مهمة جدا ان في بعض الاصدقاء اول حاجة يسألوا عليها يقول هل اللعبة دي بتشتغل على الاجهزة الضعيفة؟ يا صديقي، سمارت جاجا نسخة معدلة، يعني من الاخر مظبوطة للاجهزة الضعيفة، لان طبعا لو في واحد جهازه قوي مش معقول ان هو اصلا هيحمل السمارت جاجا ويلعب عليها فري فاير، ما في محاكيات تانية كتير ممكن يستفاد بيها طالما جهازه قوي. فبالتالي نسخة سمارت جاجا مجهزة، تم تطويرها تمام وتم التعديل على الملفات بتاعتها علشان تشتغل على الاجهزة الضعيفة، الكورت ديو، الواحد جيجا رام، الاتنين جيجا رام، وانت طالع فهتلاقي طبعا في اجهزة كتيرة بدون كارت شاشة، هي دي النسخة او النسخ اللي انا بنزلها في القناة بتشتغل على الاجهزة الضعيفة دي. فعشان ما اطولش عليكم في الفيديو، حمل النسخة من الرابط اللي موجود اسفل الفيديو في الوصف، حجم النسخة 1 جيجا، تمام 1 جيجا، لان اللعبة مدمجة بالمحاكي. تمام يا صديقي، وبصراحة أصدقائي أنا طالب منكم دعم، وأنا عارفكم أنكم مش هتجسروا فيه أبدا، وعارفكم أنكم هتدخلوا تعملوا اشتراكات في القناة بإذن الله. القناة التانية أصدقائي كنت عملت عنها في فيديو، يعني هو أنا كنت بشرح محاكي برضو زي كده، وعملت قلت أني ادخلوا اشتركوا في القناة دي، وصلتوها بسم الله ما شاء الله 597 مشترك. يا جماعة بسم الله ما شاء الله، احنا 80,000 أخ وأخت وصديق، يعني لو كل واحد مس بلايك كده أو مس باشتراك في القناة هتعدي. ادخلوا يا جماعة، اعملوا لايك، اعملوا اي حاجة، اعملوا اشتراك في القناة، هسيب لك الرابط موجود اسفل الفيديو في الوصف، او انك انت لو انت مثلا دخلت على القناة بتاعتي تمام ودخلت على القنوات هنا هتلاقي القناة متضافة، هتدخل عليها كده تعمل لنا اشتراك جميل كده، تضغط على كلمة اشتراك وتعمل لنا تفعيل زر الجرس. طبعا اي نعم انا ما نزلتش فيها فيديوهات كتير، ولكن برضو يا سيدي بدل ما هي شكلها كده مش ولا بد، اعملوا لنا شوية اشتراكات في القناة، ربما نغير رأينا ونبدأ نشتغل عليها وننزل فيديوهات تانية جميلة عليها بإذن الله. شكرا ليكم، وعارفكم انكم مش هتأثروا، وربنا يخليكم ليا بإذن الله. نبدأ دلوقتي اصدقائي في المحاكي بتاعنا، انا بعتذر برضو على الاطالة، ولكن يعني حابب ان انا فضفض معاكم برضو في الفيديو، لانكم والله العظيم يعني انا مش بشبع منكم بصراحة، حصلت عندي مشكلة في الانترنت ونزلت الفيديو اللي فات بدون صوت، ان انا اصلا لما جيت اسجل الصوت لقيت ان كارت الصوت مش متعرف، فبالتالي مش عارف اطلع جودة المايك او اظبط الصوت من غير التعريف. فطبعا عرفته الحمد لله، يعني حملته اونلاين وبعد كده ثبته على جهاز تثبيت، يعني ما عرفتوش ببرنامج درايفر بوست. عموما اصدقائي دلوقتي نبدا نثبت المحاكي، دي النسخه بتاعه المحاكي، هتثبتها، بعد ما تثبتها دبل كليك على المحاكي عشان نبدا نثبتها، ولو في اي حاجه اصدقائي اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله هرد على جميع تعليقاتكم واستفساراتكم، واللي عايز يتواصل معايا يتواصل معايا، انا طبعا مش ببخل على اي حد والله العظيم، ربنا يعلم، ربنا يخليكم ليا باذن الله. طبعا دلوقتي اصدقائي بنضغط على الكلمه دي، هنا بنختار المسار اللي احنا هنثبت فيه زي ما هو السي دي، هنضغط على انستول، وبعد كده هنضغط على يس. طبعا اول ما يجيب لنا الخيار يس هنضغط على يس. طبعا هو دلوقتي ودانا على قناه المطور، شكرا ليك قناه المطور، وشكرا ليك على تطويرك للبرنامج الجميل ده اللي بصراحه يعني فرحت ناس كتيره جدا اجهزتهم ضعيفه بيتمنوا انهم يشغلوا لعبه فري فاير
أبسط أحلامهم وأبسط طموحاتهم علشان بس يستمتعوا. شكرا ليك، شكرا ليك من القلب. طيب أصدقائي، المحاكي بيتثبت معانا زي ما انتوا شايفين، وما فيش أي مشاكل خالص عموما. يعني المحاكي هو ما فيهوش مشاكل، المحاكي بيتثبت وبتفتحه بيفتح معاك على طول، بتلاقي اللعبة داخل المحاكي، بتقطع على اللعبة بتشتغل خلاص، انت بتسجل الدخول بتاعك والأمور ما فيهاش أي تعقيد بإذن الله. طبعا ده أيقونة المحاكي، دي الأيقونة بتاعت التثبيت خلاص، دي أيقونة المحاكي، بنضغط على دبل كليك عشان نشغل المحاكي الجميل بتاعنا. المحاكي بيفتح معانا بالشكل ده كالعادة، بنيجي على السيتنج عشان نظبط الإعدادات بتاعه. واحد يقول لي تشغل لعبة ببجي، لا أصدقائي المحاكي ده بيشغل فري فاير، عشان بس في بعض الأصدقاء ممكن يقولوا لي المحاكي بيشغل ببجي ولا لا، للأسف هو خاص بفري فاير. الأندرويد بتاعه طبعا يا أصدقائي بيكون 4.4.2 بالشكل ده. نيجي هنا طبعا بنختار الحجم، الحجم بتاع الشاشة، بنيجي على الكاستم هنا ونبدأ نختار الريزوليوشن بتاعنا. فهنا طبعا الأبعاد بتاعتي 1366 × 768، تمام. أجي هنا أكتب 1366 × 768 بالشكل ده. سي بي يو خليه أوتو، وده أوتو خليه على الدايركت إكس، هنا بتخليه أوتو هنا بتخليه أوتو، يعني دي الإعدادات اللي أنت تعملها، بتعمل سيف بعد كده تضغط هنا. طبعا أنت عشان يتظبط الحجم بتاعه أنت هتقفله خالص عشان بس تبقى واضح معاك. نبدأ نفتح المحاكي مرة تانية، بتلاقي إن الحجم أو الأبعاد بتاعت الريزوليوشن اتظبطت معاك بالشكل ده، تمام. بتستنى لحد ما يخلص. فتح معانا المحاكي، محاكي خفيف جدا جدا يا أصدقاء. دي اللعبة، بتضغط على اللعبة بتفتح. تاني يا اصدقائي، بعد ما تم تسجيل الدخول وزي ما شايفين اللعبه شغاله وما فيهاش اي مشاكل، التحديث الاخير بتاع اللعبه، وده زي ما انتم شايفين. طبعا نيجي على السيتنج، نيجي على الساوند، بنقفل الصوت ده بالشكل ده علشان بس تسمعوني بشكل كويس. طيب بنيجي على الاعدادات، بنيجي على الجرافيك. طبعا الجرافيك هنا زي ما شايفين الهاي اف بي اس، تقدر تخليه هاي بالشكل ده. عندك الالترا، عندك الستاندرد، عندك السموث. طبعا الالترا لما بتشغل الالترا بتلاقي عندك هنا الفلتر بتاع اللعبه، عندك الكالرفول يعني بتخلي الالوان متشبعه وشكلها جميل جدا. فطبعا يعني انصحك انك بتخليها على الكلاسيك، الكلاسيك هيكون متوافق معاك ومش هيسحب فريمات زياده. يعني طبعا لما بيكون في الوان وتشبع فده هيخلي الفريمات تقل معاك شويه. لو جهازك قوي اوكي اشتغل على الفلتر اللي يعجبك، انما لو جهازك ضعيف يا صديقي خليك على الكلاسيك. ده بالنسبه للاعدادات. عندك الالترا بتخليها نورمال وي اوف، بتخلي الشادو اوف، لانك لو شغلت الشادو برضو بياخد من الفريمات بتاعه الجهاز بتاعك. نيجي على الكنترولز هنا والكاستوم اتش يو دي بالشكل ده، او في اي ازرار طبعا يا صديقي بتبدا تظبطها، واتكلمت عنها كذا مره. تيجي على مكان الازرار بالشكل ده بتلاقي هنا الازرار متضافه، يعني اهو الريفايف من البي، عندك زر اطلاق النار، عندك الزت انبطاح، الزر ده ملوش علاقه ممكن تخليه هنا للرك، عندك انحناء، الشيفت بيركض، عندك الخمسة هيلسي، اربعة قنبلة، الام الماب، يعني كل الازرار مظبوطة. يعني هنا الار، الريلود بتاع الخزنة، السلاح الاول، السلاح الثاني، السلاح الثالث، عندك اللوت من الواي والتي والاي، عندك كل حاجة مظبوطة تمام مفيش اي مشاكل. لو انت مثلا عايز تضيف زر اضافي بتضيفه من هنا، يعني مثلا تضيفه رقم 7 وهكذا. ودلوقتي اصدقائي اخر حاجة مهمة جدا لازم نعملها في الاعدادات، وهو الزر بتاع اخفاء الماوس. ناس كتيرة جدا من الاصدقاء بيتخيلوا معايا كده ازاي يخفوا الماوس بتاع اللعبة وهم بيلعبوا. يعني معظم المشاكل بتكون في المحاكي انهم مش عارفين يخفوا الماوس. عموما يا صديقي ركز معايا في الخطوات دي. احنا دلوقتي في الواجهة بتاعت التحكم، لو جينا هنا وضغطنا على الازرار بتاعت التحكم هتلاقي الزر ده. ركز معايا في الخطوة دي، الزر ده بتدوس عليه كليك يمين، الزر ده بتدوس عليه كليك يمين. اول ما تضغط عليه كليك يمين هيجيب لك الواجهه اللي انتوا شايفينها دي. كل اللي عليك انك بتيجي هنا في اللوك كي 2 بتخليه بدل صفر بتخليه رقم 17 بالشكل ده، وتضغط على حفظ وحفظ، تمام. يعني دي الخطوه اللي انت بتعملها فقط. طيب تعالى ندخل جيم بقى ونشوف هل هيختفي معانا الماوس ولا لا. ولكن عمليه الاختفاء اصدقائي بتضغط على الكنترول زي ما انت، يعني احنا غيرنا من القيمه 0 للقيمه 17 علشان اول ما نضغط على زر الكنترول يختفي معانا. طيب نضغط على الكنترول زي ما شايفين، اول ما ضغط
ضغطنا على الكنترول اهو اختفى معانا. انا دلوقتي بلف من الماوس، يعني دي الحتة الوحيدة اللي اغلبية الناس او اغلبية اليوتيوبرز لما بينزلوا فيديو مش بيوضحوها للمتابعين عندهم ازاي يحلوا مشكلة الماوس بالذات في محاكي سمارت جوجل. انا طبعا حبيت اوضح لكم النقطة دي علشان مفيش حد يقول لي التحكم مش مظبوط، التحكم فيه مشكلة. زي ما شايفين اصدقائي انا بنزل جيم قدامكم اهو.